أنا أسود وجهي بس أخلا قدير وجهي منطف كربلا شايل محن أنا ماخذ لون خيمة من الحسين شوية منطف كربلا شايل محن أسهد الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حر وياك التعازي إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لكرم مقدمه الفداء وجعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه بحق بركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات الشجاعة موقف وشكرا لشجاعة الشاعر كاظم الحمداني السيدة زينب سلام الله عليها بعدها أتوجه إلى ثلاث رسائل خطر بعض الشيء كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يغادر المنزل يقبله الإمام الحسن بيده والإمام الحسين بيده الأخرى إلا السيدة زينب كانت تقبله بقبلتين الأولى في جبينه والثانية في ظهره فاستغرب الجمع لهذا الأمر فأجابهم الإمام الحسين باس الظهر بوها بداخل العباس زينب عالم دروب السمش بيها باس الظهر بوها بداخل العباس زينب زينب عالم دروب السمش بيها اعلى ظهرك تحرذنها وتبتسم مرات عباس بقفا مدري الشي حاشيها بتحب علي تفتر ورا بالبيت تشم ريحة بقفا لشتاف راعيها علي علي يخشن قفا لو يطي زينب معي اكو زلمة بقفا قال انا لطيها الله ويا أريد اشتافة ترجع شخط ما بيها علي بظهرك علي مودع ترد منصور علي هد بقفاك الزلم تقضيها بظهره وصاح زينب زينب قل للزهراء عد عباس شغله يقول تقضيها ترضى اخطب لابوي ام البنين يقول ترى المتحب علي وتستحي تحاتيها عاد عاد رحم الله والديك بظهره وصاح زينب 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 قل للزهراء عد عباس شغله يقول تقضيها ترضى اخطب لابوي ام البنين يقول ترى متحب علي وتستحي تحاجيها ولزم الظهر حيدر فاطمه تحاجيها عباس اطمئن وياك وديها حط عينك عليها والله عينه وياك العين الثانية شد حط سهم بيه ببطن امك تظل عباس تسع شهور يوم ما انت قمر كم يوم سويه صلى الله عليه وسلم آلي محمد ليس وقت البكاء انا مع احتراماتي للجميع لكن رسالة خطرة بعض الشيء تبا لوزير التعليم ثلاث مرات تبا لوزير التعليم لأنه لم يضع السيدة رقية في مناهج الصف الأول الابتدائي ابن حسين خيركم أن تحدث بلسان القوم ابن حسين بالصف الأول الابتدائي بالامتحانات سئل المعلم كم سؤال المعلم قال لابن بابا اكتب دار قال الأستاذ آسف قبل لازم جار اكتب دور زيني قل له شنها قبور إذا مسدودة تبقى وما يمر خطار تعرف باب تكتب نعم بس مدفوع وارسم وردة يمه واكتب بسمار قال لابن بابا اكتب دار قال الأستاذ آسف قبل لازم جار اكتب دور شنها قبور إذا مسدودة تبقى وما يمر خطار تعرف باب تكتب نعم بس مدفوع وارسم وردة يمه واكتب بمسمار وخمر قرآن ظهر ولايات القيح ومدند رقبته ومستحي الفقار وفضة من الذهب أغلب عشر مرات تخدم غالية ببيت النبي المختار زين اكتب رباب اللي قعد بكاروك وخيم المدرسة ومشتعل كون بنار ولك لا تصير أم المدرسة تربيك نبي قال له محمد بس درس بالغار
زين اقرا نشيد الحمزه لو ياسين انا العبود غفلش كثر عند اشعار زين اقرا نشيد الحمزه لو ياسين انا العبود غفلش كثر عند اشعار راسم بالقراءه وصفر راح انطيك انطيني صفر ارد اخدم الزوار تبا للقراءه الماكو بيها حسين ماكو بيها حسين تبا للقراءة الماكو بيها حسين ودرس عن العقيلة ودرس عن الأنصار الما خلى رقية والدرس نقراه وضم عنا التراج وبالخرابة صار حاكم ينذكر والحسن ما مذكور حاتم ينذكر والحسن ما مذكور وما نعرض نذبح الأحصان مدري حمار عدد للصحابة عددهم أربعة هيبة ورجال خيار علي أول خليفة الثاني أبو الحسين الثالث حيدر والرابع الكرار احسن زين قال له عددني عدد للصحابة وليدي الله بساعة عددهم أربعة هيبة ورجال خيار علي أول خليفة الثاني أبو الحسين الثالث حيدر والرابع الكرار احسب زين قال له حسب تسعة وقام قال له العشرة وين قال له خمسة طار الرسالة الثانية لا أعني بها شخص معين مع احترامي إلى جميع رجالات الدين أنا أخص الفاسقين على المذهب فقط ومن يجد بنفسه المواصفات داخل القصيدة فليعترض وأنا موجود المهدي من يظهر يجب علم الكتاب وتظهروا يا زينب بعلم الحجاب بجيشه تظهر زلم من بدر وحنين والعقيله بجيشها سكنه ورباب يبني موكب باسم عبد الله الرضيع الخلفه ما عنده طفل ينطي ثواب العبر اعمى الشارعي عبر الصراف ويدخل الجنة بكفالة بلا حساب أنا منتظر وكب بالي سؤال وأي سؤال المفترض يلقى جواب هو شاف الطف صدق زينب تقول حسين خبرك طاح من راس الحجاب شوية خلي يستحي من حسين الخطيب ولا يقول أم الخدر طرت شباب خيمة بطف يحرق بيقهر يتيك وكان ثور من العطش نار وشهار الخنصر الهسه يتنفس بس تعال الخاتم الضايع يدور له لقار بس تعال وزورنا زيارة مريض الرماد البلطيم بيها سحار بدولة المهدي لو أن تدري ايش يصير ملا باسم باتري يخليه وزير يبدل اسم حمزة الزغير للكبير ويقرأ آية حسين ومصابة نشيد باتري فلش لجامع كم مضيف ويمكن يخلي مناير عراسي لأن ربان يتامس قد شيء خاف من الله وستر مرت الشهيد سيدي سيد أصحاب العماية ما أخروك سيد أصحاب العماية ما أخروك سيد أصحاب العماية ما أخروك قاموا يبثون عبط شائعات يا حلال الله عمايمهم كفيل قماش مو إسلامي نفسه للحلال شائعات يا حلال الله عمايمهم كثير قماش مو اسلامي لبسوا للحلات حللوا حللوا لارواحهم واحنا حرام اتمتعوا نسوان بس متزوجات حللوا لارواحهم واحنا حرام اتمتعوا نسوان بس متزوجات التقاطع صاحب الليل ونهار والمآذي النايمة بوقت الصلاة أنا ضد الجامع اللي يطرد يتيم بس أحن الشارع اللي يستر بنات يمتى شوف يصلى على التربة الصليب يمتى شوف يصلى على التربة الصليب وبالكنيسة قراية لحسين الذبيح والكنيسة تسوي التركية دان وسني آي حسين ومصابة يصيح ماكو مرجع يطبخ العيسى ثواب خاطر الراهب يجيب حنيط ضريح
وتحضر ويا الزهرة مريم بالعزاء ويقرأ مقتل بالصحن عيسى المسيح. صلوا على محمد وآل محمد لكن بأعلى أصواتكم. الرسالة الثالثة وأسف على الإطالة، هي رسالة من أم عراقية بصرية استشهد ولدها الوحيد حملتني رسالة إلى مراجع النجف. الرسالة تنص وتقول إلى مراجع النجف الكرام، بعد التحية والسلام نطالب بتشكيل هيئة الحجدة الزينبية النسوي لتحرير الأنبار والفلوجة. الرسالة تقول حشد بس للزلم ماكو حشد نسوان، حشد بس للزلم ماكو حشد نسوان، هم عدنا نوامر نفتخر بيها، نتايحنا نعم بس مو شيوخ دلي من قامت للنكاح مرجل تطيها. حشد بس للزلم، ماكو حشد نسوان، هم عدنا نوامر نفتخر بيها، نتايحنا نعم بس مو شيوخ دلي من قامت للنكاح مرجل تطيها. عقل ومكشفة شن عورة ابن العاص، زلم ما تستحي النسوان تحميها، مضايف ولف الموكب مضيف شيوخ، تخدم بالمواكب شيخة خليها، ترى العوجة لأن ما عدها أم بالبيت وابوها ما عرف يقعد يربيها، خطنا متفق خلي النعاو الثور من الثور النعاو تبدا تتشيها، بصرخة من السماء وتفز مرة شعلان، وعلى الأنبار ودي حديثة من نيسان، ترى العوجة مرة وتحريرها بنسوان، معالي جبار حاجرة حوديها. السلام عليكم.